الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. دعا مختصون في الشأن المالي والاقتصادي إلى وضع خطط واستراتيجية جديدة لرؤية اقتصادية صفرية تقلل من حجم الإنفاق المالي في بعض مفاصل الدولة الخاملة واستغلال فرص الاستقرار النسبي لأسعار النفط. وقال مقرر اللجنة المالية النيابي أحمد الصفار إن أغلب ما يتم التصريح به كلام نظري غير واقعي، وذلك على اعتبار أن الخطط الاقتصادية والمالية السنوية تنبثق من الموازنة العامة. وأشار إلى أن توجه الحكومة الحالية في هذه الموازنة نحو الإنفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري، بدليل أن الموازنة التشغيلية بحدود 134 تريليون دينار وأكثر. انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي إلى أقل من 200 مليون دولار لليوم الثاني على التوالي في مزاد العملة ليوم الأربعاء. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 193 مليون و 716 ألفا و83 دولارا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار. وأضاف المصدر أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت 156 مليونا و 596 ألفا و 83 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية. أكدت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين حلوا بالمرتبة الثالثة بين أكثر الشعوب شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر تموز الماضي. وذكرت هيئة الإحصاء التركية أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا بلغت خلال الشهر الماضي 2800 عقاراً واحداً، مضيفة أن الروس احتلوا المركز الأول بشراء 772 عقاراً، تلاهم الإيرانيون ب 272 عقاراً، فالعراقيون ب 204 عقارات. وأشارت إلى أن مبيعات الأجانب تراجعت خلال الفترة المذكورة بنسبة 28.9% وبلغت 2800 عقاراً، لتبلغ حصتهم من مبيعات العقارات في تركيا 2.6% فقط. واصلت أسعار النفط الانخفاض لتسجل خسائر في الجلسة السابقة التي بلغت 1% مع تغلب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين على شح إمدادات الخام الأمريكية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتا لتصل إلى 84 دولارا و 68 سنتا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 20 سنتا ليصل إلى 80 دولار و 79 سنتا للبرميل. وتراجع الخامان القياسيان إلى أدنى مستوياتهما منذ الثامن من شهر آب. وأعلنت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في أمريكا انخفضت بنحو 6,200,000 برميل الأسبوع الماضي، فيما كان ذلك أكبر بكثير مما توقعه محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم بانخفاض 2,300,000 برميل. أظهرت بيانات حكومية بريطانية تباطؤ مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة إلى 6.8% في شهر تموز الماضي، مقارنة ب 7.9% في شهر حزيران الذي سبقه. وقال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا إن التضخم الشهري في المملكة سجل انخفاضا بنسبة 0.4% في الشهر الماضي، قياسا على ارتفاع بنسبة 0.1% في شهر حزيران السابق. ويواصل التضخم السنوي في المملكة المتحدة الانخفاض والابتعاد عن المستوى التاريخي الأعلى منذ 41 عاما البالغ 11.1% الذي سجله في شهر تشرين الأول عام 2022.
أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.